عطول منحتار كم طبق أساسي لازم يكون على سفرتنا وقت يكون عنا ضيوف. الشيف اليوم رح يعرفنا على فن وأصول المائدة الغنية المليئة بالأطياب. هاي شيف، هاي ملك، كيفك اليوم؟ نشكر الله. شو محضرنا اليوم؟ اليوم كمان من الحلقات الخاصة. اوكي، حنعمل كم طبق ممكن يكونوا زينة على صفتنا. حلو. حنعمل طبق عادة هو بسموه بيف فولينغتون، اللي هو طبق كمان انجليزي. بس نحن حنعمله بدجاج، نغير شوي. بتعرفي مش كل العالم بحبوا اللحمة، هذيك اللحمة تنعمل بتضل من جوا اللحمة زهر. فقلت بعمله دجاج، هيك بالنسبة للإجمال العالم ما بحبوا اللحمة اللي هي ميديوم، ففينا نعمل دجاج. حناخذ أول شيء كلينك فيه، بدنا نلف صدر الدجاج لسيه شكله مبروم. حلو، نقدر للروستو يعني 100%. اوكي، ليه اخترت طيب هذا الطبق يا شيف؟ من الاطباق المشهوره اللي على طول بتلاقيها، مثلا لما كنا اوتيلات على طول بينطلب الصحن بمناسبات، على طول بينطلب بطريقه انه هذا الصحن لازم يكون موجود، فالعالم بيعتبروه كطبق مهم بالبيفيات. يعني بتنصحني مثلا انا لما يكون عندي عزومه بالبيت اقدم هيدا الطبق؟ 100%، لانه بعدين حنلفه بعجينه بف بيستري ونخبزه كله سوا مع بعضه. حتى الحشوه تبعه اللي هي مؤلفه من مشروم، وهلا انا حط معها تشيكن ليفر سودا دجاج. فيك تحطي معها سبانخ من جوا، فيك يعني تخلي النكهه تبعها تكون غنيه. حنعمل نحن اليوم بالدجاج، هلا حتشوفي انه هي التركيبه تبعها الحلوه، بعدين بالخبزه لما تقصيها بالعجينه حتكون شكلها كثير حلو. اجمالا نحن يعني كعرب بنحب الاشياء اللي فيها عجين 100%، مثل الفطاير وهيك 100%. فبعتقد يعني بيض وجهي قدام الضيوف 100%. اذا انت طبختيها اكيد، انا مش عزمتيني لالي. لا طبعا، شايف تعال قبل 10 دقائق شوف معك شوف الوصفه الكامله. لا، وبطبقها مزبوط. حنلفها، عم لفها بالطريقه ليطلع شكل الصدر الدجاج مبروم. اوكي،